البنية التحتية كلها انهارت ودمرت. هل تعرف أن الآن مكتب مجلس القيادة الرئاسي في عدن في 4 غرف مستأجرة من نادي التلال في حقات اللي هو جانب المعاشق يعني في إطار المعاشق؟ لا يوجد عندنا مكتب نعمل فيه مجلس القيادة الرئاسي. يمكن تسأل مدير المكتب سووا مكتب فخامة الرئيس، وين المشكلة؟ إذا كانت مثلا لا أنا أقصد لك الصعوبات. أنا أدي لك نموذج على الصعوبات، الجو بالشكل عام. وبالتالي التقييم في ظل الظروف العادية يمكن يكون خلال 8 أشهر. التقييم في ظل ظروف عادية ممكن يكون تقييم خلال 8 أشهر، لكن في ظل ظروف استثنائية فخلال 8 أشهر التقييم لن يكون. لكن أنا أريد أن أؤكد لك على 4 نقاط رئيسية. تفضل. أولا فيما يتعلق بوحدة المجلس. فيما يتعلق بالمجلس، طبعا نحن نعرف على أن المشروع الإيراني واللي تمثله جماعة الحوثيين الإرهابية في صنعاء اعتبرت أنه إعادة تشكيل هذا المجلس بهذه المكونات واللي لها أيضا أبعاد عسكرية كما تعرف، هذه اعتبروها عبارة عن عاصفة حزم جديدة اعتبروها. وبالتالي سخروا الإعلام الداخلي والخارجي الذي يخدمهم طبعا إيران وحزب الله وغيرهم عندهم شبكات إعلامية واسعة، سخروها كلها لتفكيك مجلس القيادة الرئاسي. هذا يكون واضح. وبالتالي الإعلام كان له دور جدا، الإعلام المعادي. وهناك كثير من الإعلاميين للأسف يمكن يعني مشوا مع هذه الموجة، ربما يكون يعني بحرص منهم وربما من الحرص أو ربما من عدم معرفة ما يدور. لكن أنا أريد أن أقول شيئين. أولا، مجلس القيادة الرئاسي التزم بمجموعة من القضايا الرئيسية. التزم بالعودة إلى الداخل والاستمرار فيه، وعدنا إلى الداخل واستمرنا، والحكومة